طبعا قبل اي حاجه بقول الحمد لله طبعا على بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بنقول الحمد لله على وصولنا بسلامه الله جميع افراد البعثه. بطمن الناس كلها ان البعثه كلها بخير، والجاليه المصريه اللي كانت مرافقه لينا والبعثه الصحفيه الحمد لله كله على خير ما يرام. بالنيابه عن جميع افراد البعثه ومجلس اداره النادي الاهلي، بشكر وبتقدم بخالص الشكر الى المجلس العسكري وعلى راسه السيد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى، على طبعا حسن تعاونهم مع سرعه الرد في توفير وسيله انتقال تقل لنا من يعني عايز اقول المكان اللي مش عايز اوصفه. يعني الحمد لله ان احنا جينا بخير، وبشكر الجهود اللي اتبذلت كلها سواء من المجلس العسكري او من الاعضاء السفاره البعثه الدبلوماسيه في سفاره مصر في مالي، وكذلك البعثه الدبلوماسيه بسفاره مصر في ابيجان. الحقيقه احنا مرينا بظروف صعبه جدا، والحقيقه ما كناش عايزين ننقل الصوره واضحه، انما الحقيقه يعني ستر ربنا ان احنا وصلنا بسلامه. وبقول ان احنا برضو مصر دايما بخير، ومصر دايما ارض الكنانه، ان احنا في نعمه لما بنشوف غيرنا. وبشكر اعضاء البعثه المصريه فريق النادي الاهلي والبعثه الصحفيه اللي هم تعاونوا معايا، والحقيقه كنا كلنا مش مجهود خالد لوحده، مجهود البعثه كلها كانت الحقيقه متعاونه، وكل تعاون وكل عايش الواقع، ومحدش ابدا. انا عايز اقول لكله كل الناس تفهمت، وكل الناس تعاونت على الرجوع. ومعلش بقى اذا كان مباراه الذهاب ما كانتش موفقين فيها، ان شاء الله تكون مباراه العوده موفق فيها ونفوز باذن الله. وان شاء الله كده دايما يا رب المصريين يتعاونوا في الخارج. انا عايز اقول كل البعثه والجاليه المصريه كان منظر جميل جدا، ان هو بيتعاونوا واقفين مع بعض سواء في المباراه او بعد المباراه او بعد يعني حدوث الانقلاب العسكري. الناس كلها جت وقفت معانا في الفندق، وكان جهود حلوه. يعني عايز اقول فعلا فعلا مصريين ايد واحده في كل مكان الحمد لله. اتكلمنا عن كواليس عوده الاهلي والمحطات او البلاد اللي انتوا عديتوا عليها، والرحله استغرقت قد ايه، والكواليس داخل الطياره الحربيه؟ لا الرحله ما احنا رحناش غير وقفنا في نيجيريا بس، يعني هي دي اللي وقفنا ساعه تقريبا لتمويل الطياره. الكواليس بقى طبعا الناس تعايشت مع الواقع، وابتدى يعني تركت طبعا يعني الظروف، طبعا طياره متعبه مش طياره عاديه، والرحله طويله. قعدنا ساعه، الرحله كانت طويله شويه، بس يعني تغلبنا على كده بقى اللي كان بيقرا قران، اللي كان بيصلي، اللي كان في بعد ما بيخلصوا بيلعبوا كوتشينا بيخرجوا من يعني الحمد لله عدى الوقت بعد العوده من المطار الشرق. مين كان في استقبالكم، والحوار اللي دار ما بينكم من الكابتن حسن حمدي وبين المسؤولين الاستقبال؟ والله كان المسؤولين سياده رئيس المجلس القومي للرياضه، ومدير الشؤون المعنويه بالقوات المسلحه المجلس العسكري، وكابتن حسن حمدي طبعا، واعضاء مجلس اداره مهندس خالد المرتجي، كابتن عمرو فاروق، كابتن محمود علام، كلهم كانوا موجودين في استقبالنا، وده مش جديد عليهم يعني كل المجموعه. ماذا موقف النادي الاهلي من الاتحاد الافريقي بشان تحمل يعني هل الاقامه للزياده كانت على مسؤوليه النادي المالي ولا على حساب النادي؟ على حساب النادي المالي. احنا كان عندنا اوض زياده، احنا كنا بندفعها احنا بس، الاوض اللي موجوده جوه اللوائح، العدد الغرف الموجوده جوه اللوائح كانت بتتحملها. هل فعلا مندوب جه من الاتحاد المالي اطمن على مسؤولي النادي الاهلي، وهل الكاف اتصل بيك هاتفيا هناك اطمن على حل البعثه هناك يا باشمهندس خالد؟ لا للاسف، هو رئيس النادي المالي بس اتكلم اول يوم، وبعد كده يعني ظروف بقى الله اعلم ظروف البلد او ظروفهم هم. الاتحاد الافريقي طبعا اختفى، فيعني كل ده لسه بقى احنا لسه لينا
هل مباراة العودة بتضمن ان هتقام في نفس المباراة يوم نفس الموعد يوم 12 مايو؟ ده لسه المجلس الإدارة بقى والجهاز الفني مع لجنة الكورة هيبقى في تحديد، لان النادي مرتبط بماتشات حبية وفي ارتباطات تانية، فهتتنسق مع الاتحاد الافريقي ومع النادي المالي. يعني هقول لك موقف واحد بس، احنا من يومين حسينا بضرب نار قدام الفندق، الله اعلم بقى كان ضرب نار مجرد اشتباكات او يعني عملية زعر كده او عملية تمشيط للمجموعة اللي قاموا بالانقلاب. فاحنا كلنا الحقيقة يعني كان انهي يوم ده؟ من يومين بالظبط. فده برضو كان ده كان من اصعب الاوقات. غربك من مستر مانويل جوزيه، كيف استطاع بخبرته ان هو يعني يدير الامور ويتحكم في اللاعبين؟ وهل اكتشفت صفات جديده في مانويل جوزيه خلال رحله مالي؟ طبعا مستر مانويل الحقيقه يعني انا كنت بقول له يعني بنأسف للظروف يعني، فقام قال لي احنا في مركب واحده ما حدش يقول كده، احنا مع بعض. وحتى موقف تاني ان هو ما لجأش للسفاره البرتغالي، هم كلموه وهو قال لا انا مع البعثه ما اقدرش اسيبهم. والحقيقه كلنا يعني قدرنا الموقف ده، يعني هم عرضوا عليه ان هو يمشي من انفراده لا يعني او يروح يلجأ للسفاره يعني. السفاره البرتغاليه طبعا. حضرتك رفضت السفر الى اذربيجان؟ حضرتك رفضت السفر ليلا بالطيران لضمان سلامه البعثه؟ لا طبعا، انا عايز اقول لحضرتك يعني السفر بري ده طبعا احد الافراد يعني اقترح الاقتراح ده، بس احنا يعني انا قلت ما فيش اي ريسك او اي داعي ان احنا ناخد حاجه ما تكونش في صالح البعثه او حاجه ما تكونش مؤمنه. انما لا هي قبل الماتش ما كانش فيه ظروف غير ظروف الجو، كان الجو تراب وكان فيه عاصفه ترابيه، انما جو الخلاب والامني ده ما كانش فيه امن. هل كان في مشاكل بالنسبه للاكل او وسائل المعيشه هناك؟ وسائل الاكل كان متظبط كله كويس جدا، واحنا رايحين كان معانا الاكل بتاعنا. بعد كده الاكل لما احنا وزعناه يوم السفر، بس الحقيقه اللي كان معانا الطباخ الخاص بتاع النادي عرف يعني يتعايش ويتعامل مع الظروف الموجوده والامكانيات المتاحه، وكان الاكل يعني انا بقول ان احنا ما تاثرناش. وعايز اقول ان احنا مشكورين رايحين يعني في وقت زي ده، احنا ما بنبصش لاكل ولا بنبص لاي حاجه، احنا بنبص لسلامه البعثه وبنبص ازاي يعني نرجع لمصر سالمين. وكان يعني الاكل برضو انا بقول لحد ما كان كويس. هل مسؤول الملعب المالي اعتذروا لبعثه النادي الاهلي عما حدث وعن احتجاز البعثه لعده ايام؟ لا 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 للاسف لا. ولا رئيس النادي؟ رئيس النادي اتكلم اول يوم بس. المجلس العسكري المصري ومجلس اداره النادي الاهلي رفضوا تحرك البعثه المالي الا بورق رسمي من وزاره الدفاع. انا عايز اقول حاجه، يمكن احنا ما رضيناش ان احنا نقلق البعثه. يعني انا عايز اقول حاجه يا جماعه، ان في وقت من الاوقات كان نزول الطياره الحربيه او اخلاعها من المطار كان في شيء من الخطوره، وده اللي يمكن عطل العمليه يوم او حاجه، لان القتال هناك او الاشتباكات بين جيش وجيش، فطبعا كان في خطوره. احنا ما رضيناش ان احنا ننقل الخطوره دي او نعمل زعر ما بين البعثه او اللعيبه، فقلنا له بقى الطياره اتاخرت. بس طبعا كان في تحفظ من المجلس العسكري ان الطياره لازم تؤمن، يعني هم مش عايزين ان الطياره اي يحصل فيها اي ثانيه مش عايزين الطياره يحصل فيها اي يعني هجوم او اي استهداف او اختطاف الله لا يقدر. فكان ده طبعا حيطه من المجلس العسكري على سلامه البعثه، لان احنا كنا مؤمنين جوه الفندق بتاعنا، فما كانش فيه خطوره ان احنا نفضل قاعدين يوم او اتنين زياده. كان فيها عناصر امنيه من القوات المسلحه؟ طبعا كان فيها. هل كان في 11 من القوات الخاصه؟ القوات الخاصه. المسافه من الفندق الى المطار في نص ساعه. كان في عربيتين جيش برضه مأمنين البعثه بالانتقال من الفندق لحد المطار،
عربية جيش بطقم مدافع رشاشة. أستاذ خالد الدرندل، هل الظروف الحالية في مالي تنبئ بإمكانية عدم قدرة الملعب المالي على الحضور للقاهرة لأداء مباراة العودة؟ لا، هو دلوقتي المطار اتفتح، يعني هو يقدر هيتقدر الفرقة تيجي عادي، مفيهاش أي احتمال إن هما ما يجوش. هل الأهلي رحل بمفرده ولا بعثة سانشاين النيجيري غادرت؟ لا، سانشاين ما غادرتش لسه. ما غادرتش في الوقت الحالي. لا، اللعيبه انا عايز اقول بشيل موقف اللعيبه، اللعيبه اتمرنوا هناك تحت ظروف غريبه جدا، اللعيبه ما اظهروش اي خوف، ما اظهروش اي انتقاض، هي كانوا متعاونين جدا جدا، ودي روح النادي الاهلي. اللعيبه اتمرنت في الباركينج بتاع الاوتيل، يعني حاجه صعبه جدا، واتمرنوا في حته صغيره جدا، كان اللعيبه بتتمرن في طرقات الفندق قدام الاوض، فيعني طبعا ده موقف انا بشهد له. اهم ما استفاد منه لاعبي النادي الاهلي في ظل التجارب العديده اللي للاسف حصلت لهم السنه دي بعد ما ضرب بورسعيد واللي حصل في المحله واخيرا في مالي. لا، هم ثلاث ظروف، يعني ثلاث احداث ورا بعض في فتره صغيره جدا، ده طبعا بيعمل ضغط عصبي على اللعيبه، بس احنا لعيبتنا عندها خبره وعندها امكانيات انها تتعدى الصعاب، وان شاء الله باذن الله هنلاقي ان اللعيبه يعني الموضوع ده ما اثرش فيهم باذن الله. عرفنا ان كان في دور لمحمد ابو تريكه وائل جمعه وبعض المقارئ القرانيه هناك، كان بتتم ده بصوره دوريه في البعثه؟ طبعا ده حاجه باستمرار، يعني صبح ودور، يعني في جميع الاوقات، وصلاه الفجر في ميعادها، الفروض كلها كانت جماعه لكل افراد البعثه. كلمه مستر مانو جوزيلي اللعيبه ايه حتى يحافظوا على حضورهم؟ لا، مستر مانويل مسك اللعيبه، انا حضرت الاجتماع، عمل اجتماع للعيبه وقال لهم تعايشوا مع الظروف، ما تسمعوش اشاعات، ما تقلقوش، ما فيش خوف، احنا مؤمنين، هنتمرن من بكره، عيشوا الواقع، والاكل كويس، والتمرين هيبدا عادي خالص في بالامكانيات المتاحه بالظروف الموجوده، واللعيبه يعني كلهم تعاونوا معاه، وكلهم يعني خدوا الاقتراح ده بصدر رحب، والحمد لله كل الحقيقه كل الناس كلمونا المسؤولين ومحبي النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، كل الناس الحقيقه يعني بشكر كل من سال علينا وكل من تعاون معانا، وبكرر شكري وبشكر اخيرا مجلس الاداره العسكري. شكرا.